قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عند مسلم: ورهطك منهم المخلصين. قال النووي رحمه الله: كأن هذه آية، ورهطك منهم المخلصين آية نسخت، والنسخ هو الرفع والإزالة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، الله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. فتكون هذه آية على رأي النووي رحمه الله: ورهطك منهم المخلصين.